كما ينضم إلينا عبر الهاتف أيضا الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عبد الله الجنيد. مساء الخير سيد عبد الله، واسمح لي أن أنقل لك تساؤل تساءل به المحلل السياسي عبد الله المطوع قبل قليل، أن الشعوب قد يكون لديها أمل أن يكون هناك انفراجة، ولكن تأتي قناة الجزيرة بدعم من النظام القطري وتقطع هذا الأمل. برأيكم إلى أي حد قطر جادة في أن يكون هناك مصالحة؟ أولا أسعد الله مساك ومشاهدي تلفزيون البحرين، وشكرا على هذا السؤال، وهو يعني يمكن تجزئه إلى جزئين. الجزء الأول، ما هي دوافع قطر تحديدا عبر قناة الجزيرة إلى هذا التصعيد النوعي في هذا التوقيت؟ ما تريده قطر هو افتعال أزمة تعفي بها الأمير شيخ تميم بن حمد من الحضور الشخصي لقمة الرياض، والتي سوف يتسلم أو تسلم دعوة عبر الأمين العام معالي الدكتور الحجرة للمشاركة في 5 يناير. هذا هو الهدف الرئيسي. أما فيما يتعلق بالدعاوى الأخيرة في عملية من قبل ما يسمى بالمؤسسات الحقوقية التي تنطلق من بريطانيا، فقد شهدنا تاريخا من الزيف والتزييف من قبل هذه المجموعة، وأبطالها الآن في السجون البريطانية بتهم مشينة لهم ولتاريخهم السياسي أو ما يدعون به أنه حقوقي. ولو سمحت لي أريد أستعرض اثنين من أبطال هذه الحكاية التاريخية. فوجدنا مثلا عبد رؤوف الشايب الذي كان يحضر إلى البرلمان البريطاني ويشهد ويحكي قصصا عن البحرين والحقوق، وجدناه في 2015 أن حكم وأدين بتهم دعم الإرهاب وحكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات. إما يعني رفيقه الآخر وهو الأستاذ قاسم الهاشمي فقد أدين وحكم عليه بالسجن لمدة 15 سنة للاعتداء الجنسي على قاصر، وتلكم القاصرتين هما ابنتاه. فأي مصداقية لمثل هذه الشخصيات أو ما تمثله من دكاكين ممولة من إيران ومن حزب الله لكي تأتي وتعطى أو تعتبر شاهد يعني يعتد بشهادته؟ هؤلاء من ينشط الآن أو يحاول فبركة أو الدعاء كانوا في البحرين، وهناك مؤسسة وطنية مشرفة على حقوق الإنسان، لماذا لم يتقدموا إليها بشكاويهم؟ البحرين شهدت طفرة نوعية بما تعهد به جلالة الملك حمد بن عيسى أثناء نشر ما يسمى الآن بتغرير بسيوني، وذلك التغرير خضع لبرنامج رقابة من مؤسسات دولية وإقليمية وإعلام دولي، والكل يشهد على شفافية البحرين. عندما أثير هذا الملف وكانت الوزيرة باتيل موجودة في البحرين، ارتأت أن تزور للتحقق، ولنفترض أنها للتحقق، ويكفينا ما صدر عن بيان الداخلية البريطانية من دعم للبحرين وبرامجها الإصلاحية. هذا هو مسك الختام، ويجب أن لا نعطي ما يصدر عن الجزيرة أي مصداقية حتى بالرد عليها. نعم، الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عبد الله الجنيد، شكرا جزيلا لك.